معظن في الدنيا زي عيدنا في السودان، فرحة صغار الحي والعيد مع الجيران. أحبابنا المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وعيد فطري مبارك ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. فعلى الخير نلتقي، وعلى سيرة العيد وإشراقة هذا اليوم المبارك الذي يتخلى بالفرح والأمل، نبدأ الخوض سويا في قمار من الود والتراضي، مسلحين بإيمان قوي لا ينضب وبعزيمة لا تعرف أن تكل أو تميل. وكل عام وبلادي بخير وعافية، مع أمنياتي بالخير الوفير والطموحات المترجمة على أرض الواقع. نترحم أيضا على شهداء الثورة المجيدة. الله أكبر، لا إله إلا. صباح الأمل والتفاؤل، صباح السعادة والجمال، صباح النور والسرور لمستمعي إذاعة الأمل وأحبابكم ألف في برنامج عيدكم أمل. طبعا أنا وزميلي مصعب مبسوطين شديد إننا حنصطحبكم في أول أيام عيد الفطر المبارك. إذا تقبلوا أجمل تحايانا وتحايا الفريق العامل. عطر التحايا يبعثها لكم في الإشراف العام ويقول لكم عيد سعيد الأستاذ محمد أزرق سعيد. بعد الصلاة الأحضان والإيد تسلم الإيد. وأنت التحيات تقبلها منا في الإعداد والتقديم مصعب حسين وآمن خليفة، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير وعافية. وكل سنة وانتم طيبين. إذا تحية لكل اللي بيستمعوا لنا وين ما كانوا، حنتشارك نحن وانتم في موضوع حلقتنا لأول أيام عيد الفطر المبارك، وموضوعنا لليوم العيد والعادية. قبل ما نعيد على المستمعين وعلي وعليك يا مصعب، لازم نسمع تحايا التيم العامل بإذاعة الأمل. حاب يعيد لكل المتابعي ومستمعي برامج إذاعة الأمل. مرحب بكل الناس اللي كانت بتتابعنا خلال شهر رمضان الكريم. حابين نقول لكم من إذاعة الأمل كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله السنة الجاية زي ما عايزين. وتحياتي وحبي لكم دوما، حسين محمد. مرحبا بكم، أنا إيمان أهني جميع الشعب السوداني بحلول عيد الفطر، ينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات. وأيضا التهنية موصولة لمستمعي إذاعة الأمل في كل مكان وللفريق العامل، وأهني كل الأمهات وعلى وجه الخصوص أمهات الشهداء، وأقول لهم ربنا يصبرهم. وأهني جميع أصدقائي وصديقاتي في الخارج وفي الداخل، وأقول لكم القابلة عندكم فرحتين، الأولى في بيت النبي والثانية بس إن تشتهوا. كل عام وأنتم بألف خير. إلى جميع مستمعي ومحبي ومتابعي برامج إذاعة الأمل داخل وخارج حدود الوطن الحبيب على امتداد أثير إذاعة الأمل، كل عام وأنتم بخير، وكل آمالكم وأحلامكم وأمانيكم محققة برفقة الوطن الذي تحلمون، وأن ينعم السودان من جنوبه إلى شماله ومن شماله إلى شرقه بالسلام والخير والرخاء والنعيم والحب في كافة أراضيه. تقبلوا تحياتي بريم أحمد من إذاعة الأمل. تحية شكر وتقدير وأسمى عبارات الود نهديها لمستمعينا وأحبتنا في خلال شهر رمضان المبارك من إذاعة الأمل. لكم أرقى التحايا بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وحقق جميع ما يتمناه قلبكم السامي. تحياتي وتقديري لكم دوما، العفراء عمر. العيد جمال هيبة وكلمة طيبة ونية صافية وعفو عافية. تهنئة خاصة لكل مستمعي إذاعة الأمل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بألف خير وكل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. من إذاعة الأمل أم كلثوم عصمت. حبي كل مستمعي ومتابعي إذاعة الأمل داخل وخارج السودان، كل سنة أنتم طيبين وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله أمانيكم محققة يا رب العالمين، يا رب موفقين في كل خطوة. لكم تحياتي، أنا من خليفة من إذاعة الأمل.
الله أكبر. دي كانت معايداتنا لكل متابعي إذاعة الأمل وكل من يستمع إلى كل برامجها المختلفة. إذن أهلا بكم ومرحب بك مزعب، وكل سنة وانت بخير وعافية وأمانك محققة يا رب. مرحب بك كمان يا أمنو، وكل سنة وانت طيبة وإن شاء الله أمالك وطموحاتك ترى النور في العاجل الغريب وليس الآجل. آمين. طبعا العيد فرصة للفرح والسرور والتواصل، وفرصة انك تفقد جيرانك واحبابك، وده بكون بعد تجهيز اكيد طبعا الليلة اي زول بيكون فتش اجمل الثياب عشان من خلالها يقدر يعبر عن فرحته سواء كان كبير او صغير. وزي ما عارفين انه نحن المسلمين امة واحدة ومتماسكة، والعيد عندنا من ابرز المناسبات اللي بيحصل فيها تمازج ما بين العادات الاسلامية مع العادات الشعبية الحميدة والمتوارثة. واكيد طبعا من بعد صلاة الصبح سمعنا الاصوات الجميلة وشوية كده تبدأ تعيد على ناس بيتكم، وفي ناس قريبين لك بيحبوا يعيدوا لك قبل الصلاة. وبعد صلاة العيد في الجوامع والساحات المخصصة للصلاة بيجوا الجيران والأهل والأحباب يباركوا لك العيد. وكمان يا مزعب الأجواء بتبقى جميلة، وتاني ما بتسمع غير السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين، ويتفضل العيدية والفرحة حد عم الشوارع والبيوت والمحال التجارية. طبعا يا أمن شعبنا السوداني ده فيه ميزة عجيبة جدا جدا يمتاز بها، وبيمتاز بها طيبته ونقاء معدنه. وتلقى في كثير من الأحيان بنلقى ناس اتصافت واتساوت، بالرغم أنه كانوا بينهم مشاكل وخصامات، لكن في اليوم ده بينسوا أي حاجة وبكلمة العفو والعافية. فعلا شعبنا السوداني بسبب الطيبة بتلقاه دائما مسامح، لكن عيدنا السنة دي أعزائي المستمعين ما حيكون زي كل عيد، مجبرين إننا نتخلى عن بعض العادات الجميلة اللي تعودنا عليها كالذكريات وغيرها عشان صحتنا وصحة أسرتنا. أكيد يا أمن، لكن بضغط الزر بس من التلفون حنعيد لأحبابنا، وكمان بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يمكننا نتبادل التهاني والتبريكات، ومن خلال النصوص المكتوبة أو حتى عن طريق مقاطع الفيديو. والمعايدة دي كانت بتفيد المغتربين في زمن ما قبل الكورونا. أكيد فقدنا أهلنا وأحبابنا في الغربة، لكن بلا شك حيكون حضور بيناتنا في إذاعة الأمل. تعالوا نسمعهم ونجوا راجعين. ماض في الدنيا زي عيدنا في السودان، فرحة صغار الحي والعيد مع الجيران. السلام عليكم إذاعة أسرة الأمل، علي إبراهيم حامد محمد مبدل حارة 14 مقيم بالمملكة العربية السعودية. أهني الشعب السوداني بحلول عيد الفطر المبارك، عاد الله علينا باليمن والبركات والمجد والخلود. لشهدانا الأبرار أزف التهاني والتبريكات للوالد إبراهيم حامد محمد والوالدة زينب السمانة عبد الله والأخوان والزوجة والأبناء والأصدقاء والأهل بولاية شمال كردفان بمنطقة الله كريم، ولكل الأسرة. وأجدد التهاني للأمة الإسلامية، وأتمنى أن تنعم الأمن والسلام والرخاء لكل ربوع بلادي. ماض في الدنيا زي عيدنا في السودان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكم. أنا مناضل عبد الله من إسطنبول تركيا، تحياتي لكل الشعب السوداني وأهنئكم جميعا بالعيد السعيد. نتمنى أن يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يعود ويجد السودان في أفضل حال، الوضع الاقتصادي السياسي الصحي الاجتماعي، وربنا يرفع الوباء ده وكلنا نتحد عشان نبنيه بعد ما كان مخرب لمدة 30 سنة. وتحياتي أيضا لكل الأهل في كل ربوع السودان، وأخص بهم أسرتي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وأيضا تحياتي لكل الأهل والأصحاب والأصدقاء وزملاء المهنة في المجال الإعلامي في كل الإذاعات وكل القنوات التلفزيونية، وتحياتي كبيرة جدا للشباب الإعلاميين في كل القنوات اللي بيبذلوا مجهودات كبيرة جدا بالرغم من الوضع السيء في السودان. وفي الختام تحياتي لكم ومن إذاعة الأمل. إحساس فريد جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبيحة أحمد محمد فضل، السعودية 5 مشات،
كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية باليمن والبركات، ونسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يزيل الوباء عن الأمة الإسلامية وترجع الحياة إلى طبيعتها بإذن الله. وبمناسبة هذا العيد المبارك أهني كل أسرتي الكريمة في السودان الخرطوم يثرب، وأهني كل أخواني وأخواتي وصديقاتي وأصدقائي من غير أسماء، لأنه أنا لو قلت الأسماء ما حانسى زول، وما أحب أنا ما بحب أزعل زول. فبإذن الله إنه التحايا تصل عبر إذاعة الأمل، ونسأل الله السلامة ونسأل الله أن يزيل هذا الوباء. وكل عام وأنتم بخير، وشكرا جزيلا إذاعة الأمل لهذه السانحة الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله، أنا أخوكم التاج مطر، مقيم بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض. أهني الشعب السوداني عامة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكل الأهل بولايات السودان عموما، وللوالد والوالدة الحبيبة نعمات محمود ياقوب، أقول لها كل عام وأنت بخير، والأخوان نجم الدين وعباس، والأخوات أم ضي وفاطمة وعياد، كل الأهل بمنطقة شاشينة بولاية سنار ريف السوكي، خالي العزيز عباس محمود أسرته، وحسن محمود وأسرته، وحسين محمود وأسرته، والخالة حليمة وروضة وخالية، وقول لهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأيضا التهنئة موصولة عبركم إلى أجمل وأرق وأهن إنسانة في حياتي، زوجتي الحبيبة سارة عادم بخيت، بقول لها كل عام وأنت بخير، وأبنائي أسمر التاج ويقين التاج، لهم كل سنة وأنتم طيبين. وأيضا التهنئة موصولة عبركم للأهل بالخرطوم، كل الأهل بمنطقة الباقير المحطة، وإلى أسرة آدم بخيت وللأصحاب. وتهنئة موصولة للأخ محمد إسحاق وأحمد يعقوب ونادر وخلف. وأيضا التهنئة موصولة لكم أنتم إذاعة الأمل لإتاحتكم لنا هذه السانحة، أقول لكم كل عام وأنتم بخير. يسعدنا أن أهنيكم عبر إذاعة الأمل بعيد الفطر المبارك، تقبل الله منا وإياكم صالح أعمالنا، وندعو بالرحمة والمغفرة لشهداء ثورة ديسمبر وشهداء فض الاعتصام، وتحية حب وسلام لأسر الشهداء وللشعب السوداني، أن يحفظنا من الوباء وإياهم. وأحب أن أجدد تحياتي لأهلي وأحبابي بقرية السلمانية شريك محلية جبل أولياء، والوالد العزيز وجميع الأخوان وأبناء العمومة. تحياتي تمتد للقالية الوالدة العزيزة، نسأل الله لها الصحة والسلامة وطول العمر، وجميع الأصدقاء والأخوان والجيران. أحب أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. أخوكم حذيفة عبد القادر حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا إخلاص هارون علي، مقيمة بجمهورية مصر العربية. أحب أهني الأهل عموما في السودان بمناسبة العيد السعيد، عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. كما أحب أهني الوالد العزيز، بقول له كل عام وانت بخير، وربنا يحفظك ويمتعك بالصحة والعافية. وأهني الوالدة العزيزة سعاد أحمد، وبقول لها كل عام وانت بخير، وربنا يحفظك لنا. وبهني الأخوات العزيزات رقية أم حمودي وآية، والأخت عزيزة، والأخ عبد الرحمن وصديق أبو حمودي، بقول لهم كل عام وانت بخير وعيد سعيد وعمر مديد. وبهني الأهل عموما
في الباقير بقول لهم كل عام وانتم بخير، بهني الخالات والخيلان والعمات والأعمام وبنات الخالات العزيزات، بقول لهم كل عام وانتم بخير، وبهني كل الصديقات والأصدقاء والجيران في الباقير، بقول لهم كل عام وانت بخير، وبحب أهني أسرتي الثانية في أستراليا، بقول لهم كل عام وانتم بخير، وبهني أهلي في بريطانيا، وبهني أهلي في السعودية، وبقول لهم كل عام وانتم بخير، وعيدنا يوصل بالسلامة وبسمة تسبق ابتسامة، ناس تبارك وناس تهني وليكم تهاني خاصة مني، الدنيا ايه غير الحبايب والصحاب، وبسمة من زولا بعزك وليك حاب، الدنيا احساس بالوفا لحظة صفا من غير عتاب، انتو الصفا وانتو الوفا وانتو الامان الحلوة في زمن الجفا، عمر مديد وعيش رغيد وأجر مديد وفوز أكيد وكل عام سعيد. في الختام أحب أشكر إذاعة الأمل على إتاحة هذه الفرصة، وأحب أشكر كل من قائم على أمر هذه الإذاعة، ولكم مني خالص الشكر والتقدير. رجعنا لكم مرة تانية وبنرحب مرة تانية بكل اللي بتابعونا في برنامج عيدكم أمل، وبنقول اللي انضموا لنا من جديد كل سنة وانتم طيبين، يا أمنا كده تعالي نعيد الأيام الحلوة ونخلي المستمعين يتذكروا من خلال سؤالي لك، متذكر أول زول داك عيدي يا منو؟ يا سلام يا أخ، أكيد طبعا متذكرة، أنت عارف يا مصعب كنت بفرح شديد لما أشوف لك عمي كده جاي عيد علينا، لأنه ده الزول اللي بيكون منتظره وليك كده ذو عشان يديني العيدية. كده وريني، وكانت عيدية عبارة عن شنو؟ طبعا العيدية كانت عبارة عن قروش بشيلها منه، وبكون مبسوطة أكثر من الحلاوة اللي كنا بنحبها أيام العيد. أما عيدية الوالد بتكون من دخش الرحمن زمان شلناها. طيب أنا حاز لك نفس السؤال يا مصعب، كيف كان إحساسك لما شلت العيدية والأداك لها منه؟ أكيد يا أمنو، كانت عيديتي بتتجسد في شخصين، هم أمي الكبير اللي هي حبوبتي وخالي. حبوبتي كانت بتصر لي العيدية بتاعتي في طرف التوب، لما تجي تعيد علي بتفك لي العيدية من طرف التوب، ومكون متشوق شديد عشان أشوف العيدية دي وأعرفها هي كم. ومن هنا برضو برسل تحياتي للخال العزيز، بقول له كل سنة وانت طيب، والعيد أنا ما حقدر أصلك، وده كله عشان سلامتي وسلامتك، تعني سلامة بلد بحاله. إذن أحبابنا الأعزاء، كانت حلقتنا لليوم الأول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. في الختام لليوم الجميل ده كل عام وإنتوا في صحة تامة وأمانيكم محققة، إذن تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة اليوم الأول، وما تنسوا تعيدوا على أهلكم وأحبابكم، وإن شاء الله حنتلاقى في حلقة جديدة وموضوع جديد مع أسرة اليوم الثاني بريما أحمد والعفراء عمر. حتى ذلك الحين، مع السلامة، إلى اللقاء. الله أكبر ولله الحمد.